أحد أفرع فروع المصارف في طرابلس تم إحراقه من قبل محتجين قبل قليل، ولكن النيران الآن تلتهم المبنى بشكل كبير. هناك أيضا يقال بأن عدد من السكان حاولوا الهروب من هذا المبنى المسكون. الآن وفي هذه اللحظات وصلت سيارة وآلية تابعة للدفاع المدني لإطفاء هذا الحريق. كما نرى ألسنة الدخان يعني سيطرت على الطابق الأرضي لهذا المبنى وصعدت إلى الطوابق العليا، ما يعني خطر سقوط المبنى. هذا الاحتجاج الكبير اليوم في طرابلس، هناك عدد من المصارف تم إحراقها، تم تدمير عدد من واجهات المصارف اليوم بعد تشييع الضحية الذي توفي متأثرا بجراحه. كما نرى ألسنة الدخان الأسود تلتهم هذا المبنى، مبنى فيه أحد أفرعة المصارف أو أحد فروع المصارف في مدينة طرابلس، احتجاجا على الأوضاع المالية. الآن بدأت العناصر من الدفاع المدني بإخماد هذا الحريق أو محاولة إخماد هذا الحريق، والجيش اللبناني يحاول قدر الإمكان إعادة أو الطلب من الناس ومن المراسلين ومن المتجمعين هنا بالابتعاد قدر الإمكان عن هذا المكان. إذن محاولات إخماد هذا الحريق قبل أن تتطور الأمور إلى كارثة هنا في هذا المكان. هذه الاحتجاجات التي بدأت صباحا بعد ليلة دامية إن صح التعبير وعنيفة بين محتجين والقوى الأمنية، هذا الأمر إذن تطور اليوم، استمر، تواصل إحراق واجهات المصارف وأيضا تواصل الغضب الشعبي في طرابلس. كانت إذن مسيرات احتجاجات على الجوع، على انهيار سعر العملة الوطنية في لبنان، ولكن الآن أيضا تحول الموضوع إلى مشهد أكثر عنفي. طيب. هناك غضب شديد في الشارع يمكن القول.